خير اهلا وسهلا بكم وين ما كنتم في ولو قاعدين ببيوتكم بس الزوم يجمعنا ها الزوم يجمعنا وهذه فد نعمه فعلا رغم الوباء وما أحدثوا من تقلبات في عالمنا اكو ناس قدروا يستفيدون وهاليوم هو هو فرصة لنا إيه 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 حتى نفكر سوا إيه بكثير من القضايا اللي تشغلنا وريتا طلبت مني ان اتكلم عن العائلة إيه لكن إيه إيه العائلة إيه موضوع موضوع إيه واسع جدا يمكن ال الاسئله اللي اللي توزعت عليكم مع الاعلان ضحيه الصراعات والحروب كيف تدفع الثمن صحه العائله روحيا وجسديا بماذا نتغذى وكيف نتغذى لكي ننمو ونكبر أين هي العائلة في حالة الشعور بالضجر والسجن خاصة السجن الحجر الصحي ولماذا يميل الكثيرون في حالات عامة خارجية نحو الهرب والشرب والقمار هذه ظاهرة أيضا تدخل ضمن هذا التساؤل كيف نتجاوز الصعوبات لتقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية وأخيرا الحجر الصحي والعائلة وكشف مشاكل عديدة كيف وما هي من البداية أقل لكم بأني كنت دا أدور بال في في برنامج اسمه بين انترست بينه كثير أشياء مفيدة ومثل ال البرامج الاخرى اللي على الانترنت فوقعت على على لوحه عنوانها the cultural iceberg يعني نسيت على جبل الثلجي الثقافي Iceberg انتم تعرفون انه ال 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 علم النفس خاصة فرويد كشفنا بأن الواعي من حياتنا هو واحد واللاواعي من حياتنا هو تسعة. يعني واحد من عشرة واعي وتسعة من عشرة غير واعي. والزواج والعائلة ما تسلم من هذا الغير الواعي في العلاقات في المشاكل في التطور خاصه العائله هي هي مسيره مسار اطفال يكبرون والكبار يعجزون والمرضى يزدادون او يقلون حسب حسب تقلبات الزمان اللي احنا بينه فاذا من هسه ابين لكم كمفتاح تدورون على هذه The Cultural ايسبيرغ الجبل الثلجي اللي اللي نشوفه واللي ما نشوفه اكو اشياء في حياتنا ما نشوفها وهي شغالة بينا الأحلام الأوهام التصورات المعتقدات مفهوم الرجولة والأنوثة آه العقلية الشرقية اللي جبناها معانا خصوصا وأنه آه الانتم اللي هسه ساكنين في بلاد برا آه أكثر شيء يمكن تعرض له اللي هو مفهوم العائلة في تغير مستمر العائلة مؤسسة قديمة أقدم مؤسسة بالعالم هي لما نذكر الأمة والعشيرة والدين والمذهب والقبيلة ما ممكن أن نفهم هذه هذه الأشياء إذا ما نحدد العائلة في كل زمان في كل مكان في كل مجتمع في كل بلد في كل يعني العائلة تأثرت وأثرت يعني العائلة هي الحنين لما نتذكر أهلنا من نتذكر الأم والأب إذا كانوا أحياء أو أموات فهذا المفهوم العائلة يحتضن رقعه واسعه جدا من شخصيتنا. هذه الرقعه الواسعه هي الميراث مالنا، هي الطبقه الاجتماعيه مالنا، هي الاتصال اللي 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 عدنا مع بعضنا بعض والتربيه اللي تربينا عليها. مرات بعض الناس يرسمون صورة قاتمة سوداء للعائلة وأكو ناس متفائلين والحمد لله رغم كل السلبيات وإحصائيات المشاكل والطلاق والتوترات الموجودة أكو لي هسة شباب يضربون عرض الحائط هذا هذه المشاكل وهي يقررون ان يتزوجون وياسسون عائله ولا يديرون بال على ما يقولونه اهلم او التنبيهات والتحذيرات وترى ها راح تاكلها وهذه الجوازه مش لازم تتم وكل هذه الاشياء اللي اللي نسمعها ونعيشها في المجتمع اذا عبرنا عبرنا وخصوصا انتم عبرتم من مجتمع تقليدي عقلية نانتك وجدك شلون تزوجوا يمكن ما كنت سألتيهم او سألي ابوك وامك شلون تزوجوا شنو الاطار اللي بينه الامور صارت في زواجهم مع زواجكم انتم او زواج اولادكم اذا كنتم انتم في عمر أن يكون عندكم أولاد للزواج فكثير أشياء حقيقة العقليات القديمة المتوارثة اللي تعتبر فدشة دعامة قوية لعوائلنا ويتصوروا قسم هي أنا مرات أعتقدها هي تدخل ضمن هذه تسعة أعشار الغير الواعية يعني ما مهضومة كثير من من الاشياء اللي ناكدها هي موروثه لكنه ما مدروسه من قبلنا وما مهضومه ولهذا يمكن ما راح نقدر نعبرها الى اولادنا بنفس السهوله اللي احنا استلمناها من اهلنا اليوم احدد بعض الاشياء اللي بعدين يمكن التساؤلات مالكم تركز على هذا الجانب او جانب اخر يعني قبل قبل 100 سنه كانت العائله كبيره كانوا يعيشون في بيت واحد عده اجيال ما كان اكو مشكله اليوم العائله اصغر فاصغر فاصغر صارت العائله ذريه قد ما صارت صغيره أب وام ولد ولدين وبس أو ولد واحد قل عدد الإنجاب العائلة أصغر فأصغر وكل من يريد يعيش بوحده ما بس العائلة خاصة أنتم بهولندا البيت صغير ما يسع ماكو مكان يعني شفتوا شفتوا ناس عايشين في في 25 متر مربع يعني ماكو مكان الله يساعدهم على الحجر الصحي اشلون قضوا هاي الاشهر بلا ما يطلعون برا و و, 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 و والاب اللي ما كان يبقى بالبيت الا بس يجي ينام ويطلع منه الصبح يروح على الشغل اكو نكته واحده بالمطبخ كنت مدد على الكاونتر كيقلها لمرته اشو انا هاليوم قد اشتهي انه الكبه تعمليه مربعه ما تسويها مدوره يعني اش من كان قطع عقله انه انه يدخل بشغل مرته ولهذا التفاوت بين عائلة الأزمنة القديمة وهاليوم أيضا اختلف باختلاف الروابط اللي كان عندنا والروابط اللي عندنا اليوم خاصة أنه المدرسة دخلت عناصر جديدة الوظيفة تأثير وسائل الإعلام هذا فرد موضوع جدا جدا واسع وهذا التاثير كثيرين منكم يشعرون وكانه فلت من يدهم خاصه اذا كانوا الاطفال صغار وسائل الاعلام عنده تاثير رهيب عليهم قبل كان الزواج مصالح اختلفت المصالح قبل كان الزواج بنت العم وبنت الخال وخيرنا لا يروح لغيرنا وهذه القضايا العشائرية القديمة اليوم هذا هذا أيضا موجود لكنه اختلف الماضي كان المجتمع مستقر كانوا مرتاحين وكانوا تقريبا ما ما يتوقعون مشاكل كبيرة لأن المجتمع يسند الزوجين على الأقل كم سنة الأولى من حياتهم اليوم المستقبل غامض المجتمع اللي ده نعيش بينه مخيف هو غريب بنسبة عالية بالنسبة لكم لكنه أيضاً حتى للي يولد بهذا المجتمع أيضاً يشعر بأنه المستقبل غامض المتغيرات الاقتصادية كبيرة وهذا يتأثر على الزواج الزواج في الماضي ما كان عن حب الحب يجي بعدين الزواج كان مرتب العائلة ترتبه هذا لهذه وهذه لهذا ومنو كان يقرر إذا أكو شخصية قوية قبضاي جد أو, أو, أو نانا كانت هي تقرر فلان لفلاني وفلاني لفلان وهذا كشف أنه هذا ما بقى يقبلونه أجيال هسة ولا يريدون أحد يتدخل بينه وتغير مفهوم الحب يعني يريدون حب قبل الزواج وحب يقضون أحيانا معايشة سنوات قبل ما يأخذون قرار ويفكرون ألف مرة قبل ما يرتبطون خاصة الزواج المسيحي الكاثوليكي اللي اللي ما كان يفكرون بالطلاق، اليوم حتى الكاثوليك لقوا فد طرق بالمحاكم الكنسيه حتى يحلون هذا الرابط الديني وراح نشوف ايضا الدوافع الحقيقيه داخل الديانه اللي حطت ايدها على الزواج اعتبارا من القرن الثاني عشر تقريبا الدوافع هذه اختلفت بسبب الخوف كثير ناس تخاف تخاف من الزواج لانه يشوف غيره واقع بورطه ومتندم ومتحسر على راحه العزوبيه مثل ما كان يقول المرحوم اسمه هذا اللبناني فالخوف من الزواج وهذه الموجه جتنا من الغرب جتنا من الغرب و... وكثير من ال... الاشياء اللي جتنا من الغرب قسم منا مو زين وقسم منا زين لكنه كثير منا كشف اوهام اوهام بالغرب اوهام بالشرق لا وعي بالغرب لا وعي بالشرق يعني لا نحن لا نحن اسلوبنا هو الافضل اذا ما كنا واعين ولا اسلوبهم هو الافضل اذا ما كانوا ايضا واعين يعني راح نشوف هذه هذه البالانس هذا الاختلال التوازن عندهم وعندنا احنا الشرقيين احنا طبعا الحروب سببت ارامل كثيره زواجات معلقه هجرة بهدلتنا وزعتنا على الدول وقسمتنا بحيث اكتشفنا وهذا الشيء مشترك بين الشرق والغرب اكتشفنا أنه الإنسان ضعيف الرجل والمرأة والأولاد والكبار والصغار الناس ضعفاء يعني قبل قبل شرقيين عندهم فد كلش ما حلوين العتاب والانتقادات وانت قلتي وانا قلت وهذه يعني هذول ما يشعرون بانه اكو فرد اكو فرد حد يعني ما يتحمل عتاب زايد دينونه زايده حكم فضيحه كلها هاي ما نتحملها الانسان سريع العطب ولهذا اشوف ازدياد حالات الزعل حالات القطيعة أخوة وأخوات ما يحكون مع بعضهم ما ما على أشياء بسيطة يمسكون حجي أشياء تافهة بس هي تكون سبب أنه ما أريد أدخل في الحكي وقيل وقال ما عندي علاقة فأحسن قيعد ببيتي وفعلا الحجر الصحي كنبدأ بدأ قبل كورونا الحجر من القيل وقال والمشاكل فهذا يعني لما نقول حالات المشاكل ما بس بين الزوج والزوجة بين أهله وأهله وتداخلاتهم والأشياء اللي يصير بيها تراكمات بحيث مثل البالون ينفخ ينفخ ينفخ, ينفخ وينفجر زعل وقطيعة سنوات هذا أيضا نشوفه بالغرب وبالشرق أشنو سببه؟ سببه إحنا فراجيل سريع العطب هشاشة يعني الإنسان هش ما عنده قابلية يتحمل أكثر من طاقته ما يتحمل وهاي ما نعرفها أو ما ندير بال أو ما نهتم له وتبقى هاي الهشاشة ترافقنا طول حياتنا وترافقنا خاصة شعورين كلش مهمين بعلم النفس هو شعور بالذنب شعور بالنقص شعور بالنقص وشعور بالذنب يولدون من تربيتنا يولدون من المقارنة من الغيرة من الحسد من, من إحنا صغار أختك تأكل أحسن منك أخوك يدرس أحسن منك ابن عمك شاطر درجاته مليحة أنت كسلان درجاتك ما مليحة وتعال وجيب هذا جيب ليل وخذ عتابة إيه هذا مسكين بلكي هو قابلياته هالقاد بلكي بعد ما انفتحت الوردايه مالته وياما وياما عندنا كان بصغره كان كسان ما يسوى فجأة صار صاروخ انتظروا اعطينه مجال بس اذا انت طمسته ما راح ينجح بحياته هذه ايضا نقطه مهمه ال ال غياب غياب, الـ غياب الاب او غياب الام عن الاهتمام باولادهم الاهتمام بدراستهم اكيد اكو اهل حرام خاصه اباء ما يعرف ابنه وبنته بما او اش قد تدرس او اش قد تتعلم او اش تاخذ بالمدرسه ما فد يوم أخذها ومشي معاها قليلي لي اش تدرسين أشنو دروس مالكي خاصه اللي اللي المهاجر اللي ما كنت يتعلم لغه مليح واللي بالنسبه له هذه الاشياء هي هي ما تشبه أبداً شيء درسه هو من كان سابقاً بالبلد وهي ما حاجة نحكي عن التحولات السياسية وعدم الاستقرار عدم الاستقرار بسبب سياستنا بالبلد عدم الاستقرار بسبب الهجرة مساكين يعني هالشباب اللي هاجروا قضوا سنوات على طريق الهجرة أحياناً عشر سنين طول بين بين البلد اللي اللي دخلوا وانتظروا سنتين ثلاثه فيفوت القطار علينا او عليا وندخل في 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 عنوسه وندخل في في صعوبه يعني كل ما تقدم بيا العمر الولد او البنات كل ما راح يصير صعب علينا ان يقرر وعدم القرار واحد من اكبر مشاكلنا النفسيه عدم القرار عدم القرار رجله أقدمه ويأخره إيه وبعدين وتعرفون كثير من المشاكل اللي تصير بين الناس والأصدقاء والعلاقات والأشياء اسمها أنه أدنى شيء فلش يعني ما خطب يومين ثلاثة كلمة صغيرة وكأنه هو على الحجة ماكو نقرأ سلف بس طخته أو صار فرد شيء بسيط مرات الخاطر فستان الخاطر ذوق الخاطر أشياء اشنو علامه؟ علامه على انه هذه الحاله اللي احنا بها كاشفه لهذاك التسعه تسعه عشر اللاوعي الموجود بنا واللي تكشف المتقلبات والمتغيرات ايضا مشكله السلطه في العقليه احنا تربينا على انه الرجل هو راس المراه طبعا هي قراءه سيئه لماربولس. بس بس السلطوية من يقول انه لازم يكون بالزواج سلطة وش معنى سلطة وكلمتي ما تصير ثنتين ايش معنى هاي منين من منين جبتها ما موجودة هاي حتى لما يستعملها ماربولوس يقول الرجل راس المرأة لأنه بذل المسيح نفسه من أجل كنيستي بذل نفسه فليش تتعامل انت بطريقه سلطويه؟ ثانيا من يقول أن رايك هو الصح؟ هاي 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 علامه على انه انت ما تعرف شنو الديمقراطيه اللي عايش بها. الراي الصح هو اللي اللي تثبته البراهين والدراسات هذا يثبته رأي الصح لا أنا أنا رأي صح إذن هذا انفعالي احنا لازم ناخذ الانفعال ايضا من جديد ليش احنا انفعاليين ليش احنا شرقيين عصبيين ليش احنا الشرقيين ما نعرف نتفاهم ونتناقش خاصه بالبيت ليش, ليش يركب راسه ليش نعاند ليش الطفل من هو صغير عنيد راسه قوي ليش نستعمل هالكلمه اكو غير طريقه للتعامل ليش عنيد يعني يثبت شخصيته خاصة في عمر بين سنتين وثلاثة الطفل راسه قوي روح ادرس شوية قرأ شوية علم النفس مع الأطفال إذا أنت تحط عقلك ويانه وتعند ويانه راح يصير مثلك هو دا يشوفك أنت عاني طبعا يقلدك وبكل شيء يقلدك أو يقلدك فهل الإنفعالات اللاواعية هي دا تطلع من هذا العمق اللي احنا ما كن دخلنا بينه ما كن درسناه ما كن افتهمناه التحولات ايضا افقيه يعني هسه هذا اللي معاكم اتصال افقي انتم قاعدين على بعد 4500 كيلومتر مني وانا دا احكي معاكم وبنفس الثانيه قد تسمعوني طبعا الصوت دا يروح الى إلى كاليفورنيا وإذا يرجع بنفس في عشر واحد من الثانية فالطاقة الكهربائية هائلة قد تصرف حتى هذا البرنامج يشتغل ما بقينا معزولين ما بقينا مقطوعين فالعائلة ما ممكن تسجن نفسها ما ممكن تقطع نفسها خاصة من تأثيرات الموجودة حواليها